ازاي اعمل كيكة فراولة دايت للناس اللي بتحب الحلويات وعاملة دايت وعندها ظروف تمنع انها تاكل حلويات زي مقاومة الانسولين والسكر. طبعا النهارده اقول لكم ازاي، بس الاول من فضلكم شيروا الفيديو ده عشان الناس تستفاد، ومن فضلكم نصلي على سيدنا محمد عشان ناخد الثواب. اول حاجة هجيب نص كوباية فراولة مجمدة، هحط عليها بيضة، هحط عليها شوية فانيليا، هحط عليها كوباية شوفان مطحون، هحط عليها نص كوباية لبن، وهخلط الخليط ده كويس جدا، وهحطهم في قالب وهدخلهم الفرن لمدة 40 دقيقة على درجة 180. بعد كده هطلعهم واجيب واحد زبادي كمان واحط عليه قطع فراولة صغيرة واقلبهم كويس، واحط الخليط ده فوق وش الكيكة. هقطعهم لست قطع، كل قطعة هتعمل حوالي 86 سعر، فدي حاجة قليلة جدا ممكن استخدمهم كسناكس. جربوا الطريقة دي وقولوا لي في الكومنتات. أما الناس اللي ما عندهمش فراولة مجمدة ممكن يستبدلوها بالموز، عشان هو دلوقتي موسم الموز. تحياتي لكم، معاكم الدكتور باسم الهابط استشاري الصحة العامة.